يقول السائل: من أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يؤديها عن والده الميت أو والدته، فمن أين يحرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله. إن كان في مكة ويريد أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره، فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى خارج الأميال، ويحرم بالعمرة ويأتي ويؤديها.